شارك معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية اليوم في أعمال مؤتمر الأزهر الشريف العالمي تحت عنوان التجديد في الفكر والعلوم الإسلامية والمنعقد في مدينة القاهرة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وذلك بمشاركة وفود رفيعة المستوى من مختلف دول العالم. وألقى معاليه كلمة في المؤتمر أوضح فيها أن التجديد في الفكر الإسلامي هو إظهار الأصول وإبرازها من جديد، وبيّن أن الإسلام جعل السماح عنوانا عاما لتعليماته، ودعا لأن تكون ركيزة أساسية في بناء نفسية المسلم وفي التأسيس للتعايش الآمن بين الناس عامة والبر بهم. وقال معاليه أن مملكة البحرين حرصت منذ القدم على إعلاء منهج الوسطية والسماحة، وأن التنوع الديني والمذهبي والثقافي أكسبها حيوية ونشاطا كبيرين على المستوى العلمي والفكري والاجتماعي، وجعل من التجديد منهجا متوارثا في بلادنا، مؤكدا حرص المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية على حفظ وتكريس هذا المنهج الوسطي السمح الجامع بين الأصالة والمعاصرة. وثمن معاليه جهود الأزهر الشريف ودوره التاريخي عبر 10 قرون في نشر سماحة ديننا الحنيف وتجديد الفكر والخطاب انطلاقا من الأصول والثوابت والكليات، مما أكسب المنهج الأزهري سعة فريدة استوعبت المذاهب الإسلامية المتعددة واحترمتها واحترمت الأئمة. ويبحث المؤتمر الذي يختتم أعماله يوم غد الثلاثاء عدة محاور رئيسة، وفي مقدمتها قضايا التجديد في العلوم الإسلامية المختلفة وضوابط التجديد وآلياته وتفكيك أصول الفكر التكفيري ومناهجه ودور المؤسسات الدينية في تنظيم وتطوير الخطاب الدعوي وأسس ومتطلبات تكوين الداعية المعاصر ورؤية الفكر الإسلامي للتعايش الإنساني بين الأديان والمعتقدات والمذاهب.